في الشارع وفي العمل وأثناء قيادة السيارة. لا ينتظرهم النوم لحظة حتى يباغتهم على حين غرة، ولا يستيقظون إلا بعد أيام. في كل مكان ستجدهم في سبات عميق. لعنة أم مرض غامض جعل من قرية كالاتشي في كازاخستان قرية نائمة. منذ 12 سنة أصابت أطفال المدرسة هناك أعراض غريبة، هلوسة وفقدان جزئي للذاكرة وسلوك يشبه شلل النوم. سرعان ما انتقل الأمر إلى السكان، انتشر الخبر، استنفرت السلطات والأجهزة الطبية. الأمر خطير ويجب احتواء المرض والفيروس إن وجد. الفحص الأولي دل على أن جميع المصابين بمرض النوم يعانون من وذمة دماغية. 7000 فحص للتربة والمياه ولشعر وأظافر ودم السكان، لا شيء يظهر في النتائج، لا عدوى ولا فيروس. عليكم بمنجم اليورانيوم المهجور الذي يقع على مسافة 2 ميل من هنا. ربما يكون غاز الرادون المسرطن قد تسرب من هناك وتسبب في هذه الحالة. الاختبارات نفت هذه الأسباب، لكن آخر مدير للمنجم طرح نظرية لعلها الأقرب إلى الصحيح. فالمنجم المهجور منذ 20 سنة غمرته المياه، ما قد تسبب حتما بأكسدة الخشب التي كانت تسند السقف والجدران، وتسبب ذلك بتفاعلات كيميائية تسربت مع المياه عبر التربة. كما تسرب أول أكسيد الكربون الذي تبخر وتسبب بانزياح كمية كبيرة من الأكسجين. يستيقظ النائمون بعد أيام كما لو أنهم خضعوا لتخدير العمل الجراحي، وتراهم سكارى وما هم بسكارى. نزح عدد منهم رعبا والبقية تعايشوا مع الأمر، وتبقى كازاخستان تخفي روايات تنام في سبات أطول وأشد عن تجارب نووية ومناجم اليورانيوم المهجورة. يخاف السكان هنا وفي كل مكان يشبه كالاتشي في العالم من استيقاظ سمه.